السلام عليكم ورحمة الله. بالنسبة للطرسان في الآلة ديال جاكي، بعض الإخوة قال لك واش تخيط طرسان ولا ما كتخيطش الطرسان، يعني هذه هي الآلة، هذه هي الماكينة، ها هي، وهذا الشيء ما كاينش شي حاجة اللي مخبية، الحمد لله وكلشي مزيان. ها هي، ها الطرسان، ها هو، هذه هي طرف تجريبي. ماج لا بدرك مازال ما حضرش الخياطة ديالها، نبداو إن شاء الله تعالى بركة الله. هذا هو الطرسان، هذه هي الإبرة، الإبرة فين رجعت، هذا هو الطرسان، نصغروا غرزة طبعا، تبدا تسير شوية، نعاود نجيو، هذا هو الطرسان، بالنسبة للمسائل التجريبية، هذا هو الطرسان، ها هو، هذا هو الطرسان، ديال هذا الطرسان، هاتوبا هو مقاد كلشي مسرح، هذا ما كانش شي حاجة ليا زعما يعني إشكالية ولا شي. الطرسان الثالث، ما كاينش عندنا شي اشكال، هذا هو خالي مسافرين، ما كاينش شي اشكال، مازال الخدمه راه مزروبه شويه وما الطرسان الرابع طبلو تاع التيسير ان شاء الله تعالى. هذه هي الخدمة ديالها، هذه هي خدمتها، هادشي اللي عطى الله، نطلب الله التوفيق إن شاء الله تعالى والتيسير لجميع الإخوة. وهذه هي جاكي إن شاء الله تعالى، ها هي البلاكة ديالها.